السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا في محاضرات مادة الفاينانشال أكاونتينج. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض حل الكويستشنز والإكسرسايز استكمالا للي بدأناه في المرة أو في المحاضرة اللي فاتت. طيب هنبتدي بقى نكمل مع بعض. سؤال رقم 9، صفحة 9، ده طبعا اللي في نهاية الكتاب بعد ما الكتاب بيخلص عند صفحة 103. صفحة 9 بقى التمرين التاسع بيقول: Listed below are some items found in the financial statements of Alex Company. العناصر التالية، بعض العناصر الموجودة في القوائم المالية لشركة Alex. Indicate in which financial statements، حدد في أي قائمة من القوائم المالية the following items would appear، حدد في أي من القوائم التالية سوف تظهر هذه العناصر. السيرفيس ريفينيو، إيراد الخدمات، يعني إيراد الخدمات ده يظهر في أي قائمة، يظهر في قائمة الدخل ولا قائمة المركز المالي. الأكاونتس ريسيفابل اللي هو العملاء تظهر في أنهي قائمة. الإكويبمنت المعدات تظهر في انهي قائمة. الاليكس كابيتال رأس مال شركة اليكس تظهر في انهي قائمة. الادفرتايزنج اكسبنس مصروف الاعلان يظهر في انهي قائمة. الويجز بيبول الاجور المستحقة اللي لسه ما دفعناهاش تظهر في انهي قائمة. طيب تعالى بقى نشوف الحل. هنكتب العناصر بتاعتنا اللي هي موجودة فوق من A to F، اهي كتبناها زي ما هي: السيرفيس ريفينيو والاكونتس ريسيفابل والاكويبمنت والاليكس كابيتال والادفرتايزنج اكسبنس والويجز بيبل. طيب السيرفيس ريفينيو اللي هو ايراد المبيعات، الايراد بيظهر فين؟ بيظهر في الانكم ستيتمنت في قائمه الدخل. الاكونتس ريسيفابل العملاء بتظهر فين؟ بتظهر في البالانس شيت في الميزانيه. الاكويبمنت المعدات او الالات بتظهر فين؟ بتظهر برضو في البالانس شيت او الميزانيه. الاليكس كابيتال راس المال بيظهر برضو في الميزانيه او البالانس شيت. الادفرتايزنج اكسبنس مصروف الاعلان بيظهر في كل المصروفات والايرادات بتظهر في الانكم ستيتمنت. الويجز بيبل، خلي بالك الويجز بيبل اجور بس اجور مستحقه، يعني علينا لسه ما اتدفعتش وبالتالي تبقى التزام، هنا ما تبقاش مصروف تبقى التزام، وكل الالتزامات بتظهر في البالانس شيت. يبقى ده بالنسبة للسؤال التاسع. طيب تعال بقى نشوف السؤال اللي بعده، السؤال العاشر، صفحة برضو 9. السؤال بيقول لي Indicate whether each of the following items in an assets liabilities or part of owner equity. حدد أيا من العناصر التالية، يبقى asset أصل ولا التزام ولا جزء من حقوق الملكية. يعني العناصر اللي جاية دي هنحدد هي أصل ولا التزام ولا حق ملكية. الأكونتس ريسيفابل العملاء عايزين نعرف هي أصل ولا التزام ولا حق ملكية. الأوفيس سبلايز مهمات المكتب عايزين نعرف هي أصل ولا التزام ولا حق ملكية. السالاريز بيبل الأجور المستحقة، خلي بالك سالاريز مرتبات وويجز أجور فالاتنين بنفس المعنى. سالاريز بيبل الأجور المستحقة. الأونرز كابيتال رأس مال رأس المال. والإكويبمنت المعدات. والنوتس بيبل اللي هي أوراق الدفع. عايزين نعرف بقى كل واحد من دول هو اصل ولا خصم ولا حق ملكيه، asset ولا liabilities ولا owner equity. تعال بقى نشوف الحل. هنكتب برضو نفس الايتمز الموجوده عندي اهي، هنكتبها هنا: الاكونتس ريسيفابل والاوفيس سبلايز والسالاريز بيبل والاونرز كابيتال والاكويبمنت والنوتس بيبل. طيب الاكونتس ريسيفابل العملاء اصل ولا خصم ولا حق ملكيه؟ اصل asset. الاوفيس سبلايز مهمات المكتب، الادوات اللي موجوده في المكتب اصل ولا التزام ولا حق ملكيه؟ لا هي اسيت اصل. السالاريز بيبل الاجور المستحقه علينا واي حاجه علينا تبقى التزام وبالتالي لايبيليتي. الاونر كابيتال راس المال ده اونرز ايكويتي. الاكويبمنت المعدات ده اسيت.
النوتس بيبل، اوراق الدفع، ده لايبيليتي او التزام. السؤال ال 11 صفحه برضو 9 بيقول based on the following data، بالاعتماد على البيانات التاليه، determine the amount of total assets، total liabilities and total او owner's equity. بالاعتماد على البيانات التاليه حدد مبلغ اجمالي الاصول واجمالي الالتزامات واجمالي حقوق الملكيه او حقوق الملكيه. مديني الليكويد اسيتس، الاصول السائله او الاصول المتداوله، هي 15000، 3 دي مش موجوده، 15000. الانفستمنت اسيتس، الاصول المستثمره، 85000. طبعا الارقام دي احنا عدلناها، هي مش موجوده في التمرين كده، هنعدل الارقام الموجوده في التمرين في الكتاب بالشكل ده. الانفستمنت اسيتس، الاصول المستثمره، 85000. الهاوس هولد اسيتس، الاصول المملوكه لاصحاب المنشاه، 45000. الكرنت لايبيليتيز اللي هي الخصوم المتداوله او الالتزامات المتداوله، 5000. واللونج تيرم لايبيليتيز، 50000. عايزين احنا نحدد ايه بقى؟ عايزين نحدد اجمالي الاصول واجمالي الخصوم وحقوق الملكيه. فين اجمالي الاصول؟ هنا نجمع الاصول مع بعضها. نجمع ايه الاصول مع بعضها؟ تعال نشوف الحل. التوتال اسيتس، التوتال اسيتس عباره عن حاجتين، يا اما الكرنت اسيتس او الليكويد اسيتس زائد الفيكسد اسيت او الانفستمنت اسيتس. وبالتالي هنا هجمع الليكويد اسيتس اللي هي ب 15000 بلس الانفستمنت اسيتس اللي هي 85000، يبقى 15 و85 تبقى 100000. طيب التوتال لايبيليتيز اهي، الكرنت لايبيليتيز ب5 واللونج تيرم لايبيليتيز ب50، يبقى التوتال لايبيليتيز بكام؟ ب55. طب الاونرز ايكويتي، الاونرز ايكويتي هنا ما قالش عنها حاجه، وبالتالي لكن مديني حاجه، بيقول لي الهاوس هولد اسيتس، الاصول الممتلكه بواسطه اصحاب المشروع، اصحاب المشروع ليهم قد كده، ما هي دي تبقى الاونرز ايكويتي. يبقى الاونرز ايكويتي هنا ب45. يبقى اذا التوتال اسيتس ب 100 والتوتال لايبيليتيز ب 55 والتوتال او الاونرز ايكويتي ب 45. طيب تعالى بقى نشوف السؤال 12 صفحه 10. السؤال بيقول لي the following balances of the firm on December 31, 2013. البيانات التالية خاصة بمنشأة ضياء في 31 ديسمبر 2013. كاش 5000، النقدية 5000، الاكونتس بيبل، الدائنون 3000، الانكم تاكس، ضريبة الدخل 4000، الانشورنس اكسبنس، مصروف التأمين 2000، الاكونتس ريسيفابل، العملاء 30000، الانترست اكسبنس، مصروف الفايدة 3000، اللاند، الأرض 40000، البيلدينج، المباني 50000، الريفينيو، الإيرادات 40000، والسبلايز اكسبنس، مصروف المهمات 4000، الويجز اكسبنس، الأجور 5000، والووتر لايت اكسبنس، مصروف المية والكهرباء 2000، الرنت اكسبنس، مصروف الإيجار 5000، والإكويبمنت، المعدات 5000، واللونج تيرم لونز، القروض طويلة الأجل 17000، والكابيتال عامل لي عليها علامة استفهام مش موجودة، يبقى أنا اللي عايز أجيبها. الريكواير، المطلوب بريبير إنكم ستيتمنت، إعداد قائمة الدخل، وبريبير بالانس شيت، وإعداد قائمة المركز المالي أو الميزانية. طيب قبل ما اعمل قائمه المركز المالي وقائمه الدخل، انا محتاج اعرف العنصر المفقود ده، العنصر اللي مش موجود، اللي رقمه مش موجود، عايز اجيبه، الكابيتال. اجيبه ازاي؟ عشان اجيب الكابيتال لازم اعمل خطوه قبل ما اعمل الانكم ستيتمنت والبالانس شيت. ايه الخطوه اللي انا لازم اعملها دي؟ لازم اعمل التريال بالانس. التريال بالانس اللي هو ميزان المراجعه. طيب تعال نشوف نعمل التريال بالانس ازاي. التريال بالانس اهو بيبقى عباره عن الاكونت والديبت والكريدت، اسم الحساب ومدين ودائن. هنكتب كل اسماء الحسابات الموجوده هنا كلها، نكتبها، ركز معايا، كل الحسابات، الاكونت، الكاش والاكونت بيبل والانكم تاكس والانشو، من غير ارقام،
والانشورن اكسبنس والاكونتس ريسيفبل والانترست اكسبنس واللاند والبيلدنج والريفينيو والسبلايز اكسبنس والويجز والووتر لايت اكسبنس والرنت اكسبنس والاكويبمنت واللونج تيرم لونز والكابيتال. كتبناهم كلهم اهم. طيب عايزين بقى نحدد كل عنصر من العناصر دي، كل حساب هو ديبت ولا كريدت، هو مدين ولا دائن. احنا لما خدناها مع قيود اليومية، لما كنت بعمل قيود اليومية ثم برحل لدفتر الاستاذ ثم بنعمل ميزان المراجعة، كنا بنقول لما اجي اعمل ميزان المراجعة من الحسابات اللي هي بتاع دفتر الاستاذ، كنت بقول هو الرصيد المرحل موجود في المدين ولا في الدائن. لو موجود في المدين كنت بحطه هنا في الدائن، ولو موجود في الدائن كنت بحطه في المدين. دي طريقة. طب هنا احنا ما عملناش دفتر استاذ، نعملها ازاي؟ بص بقى معايا، هنمسك حساب حساب. اول حساب عندي هو الكاش. الكاش ده ايه؟ اللي هو النقدية. اسأل بقى نفسي هو انهي نوع من انواع الحسابات الخمسة؟ مش احنا خدنا قبل كده حاجة اسمها types of accounting، types of accounts in accounting، انواع الحسابات في المحاسبة. يا اما قلنا يا اما عندي يا اما asset يا اما اصل يا اما liability يا اما التزام يا اما owner's equity حق ملكية يا اما revenue ايراد يا اما اكسبنس مصروف. وقلنا ان الاسيتس بطبيعتها مدينه، وقلنا ان اللايبيليتيز بطبيعتها دائنه، وقلنا الريفينيو الاونرز كابيتال او الاونرز الاونرز ايكويتي بطبيعتها برضو دائنه، وقلنا ان الريفينيو كمان بطبيعتها دائنه، وقلنا كمان ان الاكسبنسز بطبيعتها ديبت او مدينه. فانا هسال نفسي سؤال، النوع ده الكاش ده اي نوع من الحسابات الخمسه؟ ثم اما احدد نوعه اسال نفسي طبيعته ايه، مدين ولا دائن، واحط الرقم بتاعه في الطبيعه بتاعته. زي الكاش ده طبيعته ان هو اسيت اصل والاصول مدينه، يبقى احط الرقم في الديبت في المدين. الاكاونتس بيبل ده الدائنون. الدائنون يعني نوعها ايه من الحسابات؟ نوعها ان ده لايبيليتي التزام، وكل الخصوم او كل الالتزامات دائنه كريدت، يبقى احط الرقم في الكريدت. الانكم تاكس ده مصروف، وكل الاكسبنسز ديبت مدينه، يبقى احط الرقم في الديبت. الانشورنس اكسبنس مصروف، يبقى ديبت. الاكاونتس ريسيفابل العملاء، العملاء ده اصل اسيت، وكل الاصول ديبت مدينه، يبقى احط الرقم في الديبت. الانترست اكسبنس مصروف، الفايده مصروف، وكل المصروفات مدينه، يبقى احط الرقم في الديبت. اللاند الارض الاراضي اسيت، وكل الاسيتس ديبت، يبقى احط الرقم في الديبت. البيلدنج المباني اسيت اصل، وكل الاصول مدينه، يبقى احط الرقم في المدينه. الريفينيو الايرادات، كل الايرادات بطبيعتها كريدت دائنه، يبقى احط الرقم في الكريدت. السبلايز اكسبنس مصروف المهمات، ده مصروف، وكل المصروفات ديبت. الويجز اكسبنس، الويجز برضه مرتبات مصروف، وكل المصروفات ديبت. الووتر اند لايت اكسبنس مصروف وبرضه ديبت. الرنت اكسبنس مصروف برضه ديبت. الاكويبمنت الالات او المعدات اصل ثابت، وكل الاصول ديبت مدينه. اللونج تيرم لونز القروض طويله الاجل، القروض ده التزامات، ده لايبيليتيز، وكل اللايبيليتيز كريدت. والكابيتال مش موجود رقم، عامل لي عليها علامه استفهام اهو. طيب نجيبه ازاي؟ انا عارف ان ميزان المراجعه ان الاثنين لازم يكونوا متساويين، الديبت لازم يساوي الكريدت، تمام؟ هنجمع. طيب كده طبعا الكابيتال ده حق ملكيه، وحق الملكيه كريدت، يعني رقمه هيبقى في الكريدت هنا، فانا لسه ما اعرفش هو كام، وبالتالي الديبت خلصان عندي، فانا هجمعه، هجمع 5 و4 و2 و30 و3 و40 و50 و4 و5 و2 و5 و5 يطلعوا 155,000. يبقى اذا الكريدت لازم يطلع برضه 155,000 لان الاثنين متساويين. طيب لما ده 155 وده 155، طب لو جمعنا كده الكريدت 43 يبقى 43، 43 و17 يبقى 60. يبقى كده كام؟ 60. اطرحهم من ال 155 يديني الكابيتال، يبقى 155 هطرح منها ال 17 وال 40 وال 3، يعني هطرح منها ال 60. 155 ناقص 60 يبقى اذا الكابيتال بكام؟ ب 95,000. يبقى اذا كده اول حاجه جبنا العنصر الناقص اللي هو ال 95,000 اللي هو الكابيتال.
طيب تعالى بقى نشوف ازاي نعمل الانكم ستيتمنت وازاي نعمل البالانس شيت. طيب اول حاجه ده الماتيريال بالانس بتاعنا اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي، الديبت والكريدت والارقام بتاعتهم وكل حاجه برقمها. طيب تعالى نشوف الانكم ستيتمنت. احنا قلنا الانكم ستيتمنت قبل كده بنقول الريفينيو، بنطرح منها الاكسبنسز عشان يديني النت انكم بيفور تاكس قبل الضرايب، بعد كده اطرح الانكم تاكس عشان يديني النت انكم النهائي. طيب تعالى نشوف شكلها. ادي الانكم ستيتمنت. طيب ادي اول حاجه بنقول الريفينيو. فين الريفينيوز هنا؟ ادي الريفينيو حاجه واحده بس ب 40، يبقى الريفينيو عندي ب 40 ناقص الاكسبنسز. اي حاجه موجود فيها اكسبنسز، تعالى نمشي بالترتيب. تعالى نمشي بالترتيب. اي حاجه فيها اكسبنس، الكاش لا، الاكونتس بيبل لا، الانكم تاكس دي بناخدها في الاخر. اول حاجه اهي الانشورنس اكسبنسز، يبقى اول حاجه ناخدها الانشورنس ايه اكسبنسز، نحطها هنا ب 2000. تاني حاجه الانترست اكسبنسز اهي، نعلم عليها بس كده الانترست اكسبنسز. الانترست اكسبنسز برضو ب 3، يبقى اذا ناخدها هنا ب 3. اللاند لا، البيلدنج لا، الريفينيو خلاص احنا خدناها اصلا. السبلايز اكسبنسز نعلم عليها، ناخدها اهي ب 4، سبلايز اكسبنسز ب 4. الويكز اكسبنسز مصروف المرتبات ب 5، يبقى الويكز اكسبنسز ب 5. والووتر لايت اكسبنسز ب 2000، الووتر لايت اكسبنسز ب 50. وكمان الرنت اكسبنس ب 5، يبقى الرنت اكسبنس ب 5. طيب بعد كده في اكويبمنت لا، لونج تيرم لا، والكابيتال لا، يبقى كده خدنا كل الاكسبنسز. نجمع الاكسبنسز 2 و3 5 و4 9، 9 و5 14، 14 و2 16، 16 و5 يبقى مجموعهم 21. يبقى التوتال اكسبنسز 21. هطرح التوتال اكسبنسز من ال 40، يبقى 40 دي هنطرح منها ال 21، يبقى 40 ناقص 21 يبقى الانكم بيفور تاكس بكام؟ ب 19. طيب ناقص الانكم تاكس، فين الانكم تاكس؟ هنا اهي الانكم تاكس اهي ب 4000، يبقى اطرح 4000 عشان يديني اخر حاجه النت انكم ب 15000. يبقى انا في الانكم ستيتمنت قلت الريفينيو بكام، طرحت منها الاكسبنسز كلها الموجوده في التمرين وجمعتهم عشان يديني الانكم بيفور تاكس، طرحت منها الانكم تاكس عشان يديني النت. طيب تعالى بقى نشوف البالانس شيت. نفس برضو الديتيريال بالانس برضو هو. نعلم بقى كده على الحاجات اللي احنا خدناها. احنا خدنا لحد دلوقتي الانكم تاكس، خدنا الانكم تاكس، خدنا الانشورنس اكسبنس عشان ما ناخدش الحاجات اللي احنا علمنا عليها تاني خلاص. الانترست اكسبنس خدناها، الريفينيو خدناه، السبلاي خدناه، الويجز خدناه، الووتر خدناها، والرنت خدناه، بس كده. تعالى بقى نشوف الحاجات اللي احنا ما خدناهاش وازاي نعمل منها البالانس شيت او الفاينانشال بوزيشن ستيتمنت، قائمه المركز المالي. قائمه المركز المالي بنبدا فيها اول حاجه بالاسيتس الاصول، واول حاجه في الاصول الكرنت اسيتس. عايزين ندور هنا فين الكرنت اسيتس. الكرنت اسيتس زي ايه؟ اول حاجه الكاش. الكاش ده فيكسد ولا اصلا اصل ولا خصم؟ ده اصل. طب فيكسد ولا كرنت؟ لا كرنت. يبقى اول حاجه الكاش ب 5 اهي. طيب الاكونتس بيبل ده التزام، الاكونتس ريسيفابل العملاء ده برضو اصل متداول اهو، يبقى 30000 الاكونتس ريسيفابل. طيب اللاند لا، البيلدنج لا، الاكويبمنت لا، يبقى اذا كده خلاص مفيش اصول متداوله تاني، يبقى اجمع التوتال كرنت اسيتس 35، يبقى 35000. طيب الفيكسد اسيتس بقى الاصول الثابته، هنا باقي هنا الاكونتس بيبل الدائنون لا، يبقى اللاند 40، اللاند احطها ب 40، البيلدنج كمان ب 50، البيلدنج ب 50، والاكويبمنت المعدات ب 5، الاكويبمنت ب 5، طبعا ده اللونج تيرم والكابيتال لا مش اصول، يبقى اذا مفيش فيكس التاني، نجمع 40 و50 90 و5 يبقى 95، ده التوتال فيكس. طيب التوتال كرنت كانت ب 35 والتوتال فيكس كانت ب 95، يبقى اذا التوتال اسيتس اجمالي الاصول كلها نجمع ال 35 زائد 95 يبقى 130. طيب تعالى بقى نشوف اللايبيلتيز، ايه الالتزامات في الحاجات الموجوده هنا. اول حاجه الاكونتس بيبل اللي هي
الدائنون ب3، يبقى الاكونتس بيبل ب3. اللي ما خدناهوش تاني عندي حاجتين تحت، الكابيتال واللونج تيرم، يبقى اللونج تيرم لونز الخصوم طويله الاجل ده برضو التزام ب17، يبقى 17 ما فيش غير الكابيتال، والكابيتال ده اونرز ايكوتي خلاص، يبقى ما فيش لايبيلتيز تاني، 3 و17 يبقى مجموعهم 20. طيب تعالى بقى نشوف الاونرز ايكوتي. الاونرز ايكوتي كل الحاجات الموجوده هنا احنا خلاص خدناها ما عدا حاجه واحده بس اللي هي الكابيتال. الكابيتال بكام؟ ب95,000. بس اوعى تنسى ان زائد النت انكم، بقول في الكابيتال زائد النت انكم، يبقى الكابيتال كان ب95 زائد النت انكم. ده اجيبه منين؟ اجيبه من قائمه الدخل اللي انا لسه عاملها من شويه. لو انت رجعت لقائمه الدخل كنت هتلاقي النت انكم بتاعي كان 15,000. طب اجمع بقى 95 و15 يبقى 110 التوتال اونرز ايكوتي. طيب اجمع التوتال التوتال اوف اونرز ايكوتي اجمالي حقوق الملكيه مع التوتال لايبيليتيز، ال 20 زائد 110 يبقى 130. طيب انا كده حلل صح ولا لا؟ اه حلل صح. ليه؟ لان التوتال اسيتس كانت طالعه 130 والتوتال لايبيليتيز والاونرز ايكوتي كانت طالعه 100 برضو و30. ومن كده نكون خلصنا التمرين ده، عملنا فيه قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، بس قبل ما عملناهم عملنا معاهم التريال بالانس. وبكده كمان نكون انتهينا من محاضرة النهاردة. ان شاء الله بإذن الله تعالى في المرة اللي جاية برضو هنكمل حل التمارين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.